ماذا جرى لكم؟ هل جننتم؟ الطعام وفير والماء من حولكم، فلماذا القتال؟ لا تكونوا كالوحوش المفترسة التي انقرضت بسبب حماقتها وإصرارها على القتال وسفك الدماء. نعم، كانت هناك قبلكم وقبل أن يهبط سيدنا آدم على سطح الأرض وحوش عظيمة الحجم صغيرة العقل. هل أحكي لكم عنهم؟ حسناً، اجلسوا في سلام أولاً، لن أحكي إلا إذا تصفيتم وجلستم إلى جوار إخوانكم. كانت على الأرض قبل ملايين السنين وحوش ضخمة، منها التنانين والديناصورات. كان الواحد منها في حجم الجبل الشاهق، ولكن بلا عقل ولا تمييز. وكانت الأرض تتهيأ لاستقبال كائن جديد هو الإنسان. كانت الملائكة تتحدث عنه بدهشة وحب، واشتعلت الغيرة داخل وحوش الأرض من الزائر الجديد. لا أحد يدري ماذا أصابها، حتى اشتعلت بغضب هائل واندفعت تتقاتل وتسفك الدماء. أبيدت عشرات الأنواع ونجا الأقوى منها، لكن النوع الناجي لم يجد طعاما على الأرض. لم يكن أمامها إلا أن تنزل إلى الماء بحثا عن طعام. أصبحت وحوش الأرض قديما هي حيتان البحر وسادته وأكبر مخلوقاته. وتناسلت الحيتان عن طريق الولادة باعتبارها حيوانات ثديية وليست مجرد أسماك. ثم حدثت معجزة لأحد الحيتان مع نبي من أنبياء الله. لنبدأ حكاية ذلك الحوت من أولها، منذ أن كان طفلاً رضيعاً. إنه أمر يستغرق وقتاً أكثر مما يجب. متى ينتهي عنبر من الرضاعة؟ أنت تعرف يا حبيبي، يجب أن يتم 6 أشهر كاملة في الرضاعة حتى ينمو بشكل طبيعي ويصبح وحشاً من وحوش البحار. أبي، هل يمكنني أن أسألك سؤالاً؟ اسأل يا عنبر. لم أرك تبتسم أبداً، وكذلك أمي، لماذا لا تبتسم الحيتان؟ اخرس، كيف تجوب؟ هل تبتسم أعتى وحوش البحر؟ إنه لا يقصد. خير للوحش أن يموت صغيراً بدلاً من أن يعيش ضعيفاً وجباناً. صدقني، سوف يكون وحشاً عظيماً، وغداً سيتعلم منك كل شيء. سأعود لإرضاعه. بل دعيه يجرب البحث عن طعامه. لماذا غابت أمي؟ إنني جوعان وأشعر بالوحدة. هل تريدون اللعب معي؟ ما هذا؟ لماذا يبتعد عني الجميع؟ ما هذه اللعبة؟ السباحة في دوائر؟ لا لا، لعبتكم سخيفة، أنتم تؤلمونني جدا، توقفوا أرجوكم. يا حبيبي لا تخف، لقد ابتعدوا. لماذا لم تقاومهم؟ كيف تركتهم يأكلون قطعة من ذيلك؟ كيف؟ أنا آسف يا أمي. قد لا ينفع الأسف في المرة القادمة. ما هذا؟
هل كانت هناك معركة مع الأسماك الصغيرة؟ لقد تعرض وليدنا لهجوم من أسماك القرش. وكيف تصرف الوحش الصغير؟ لقد تصرف الوحش الصغير كأي وحش صغير. أرى أنهم قد نالوا قطعة من ذيلك، ولكنها قطعة صغيرة على أي حال. يبدو أنك قد أحسنت تأديبه. إنه شجاع كأبيه. غدا آخذه معي ليتعلم كل شيء عن حياة الحيتان. هنا ساحة التدريب. سبطا، أعيروني آذانكم. أعرف أنكم جميعا تحنون إلى المياه الدافئة والاسترقاء على الماء مثل جزر عائمة، لكن اعلموا أنكم وحوش البحر وسادته. هل أنتم جاهزون لضرب الماء بذيولكم؟ هيا انطلقوا الآن لنبدأ بأكثركم وحشية. هل أقفز أولاً أم أضرب الماء؟ اقفز أولاً أيها الغبي، اقفز أولاً. أنت تقفز مثل أسماك القرش البائسة، بل مثل كلاب البحر المضحكة. أريد قفزة ملكية، قفزة ملكية مثل هذه. لا، هذا دورك الآن. ليست هي القفزة المطلوبة، إنك لم تسمعني شيئا. لقد أسمعتني تنهيدة سمكة مريضة بائسة. أين صوتك يا وحش؟ أعد المحاولة. أبي، أبي، معذرة، أقصد أستاذي. انظر إلى تلك الألواح الخشبية العائمة، هل يمكنني أن أتدرب على ضربها بذيلي؟ لا يا ابني، إياك أن تفعل. هذه الألواح الصغيرة تحمل أخطر أعدائنا، الإنسان. وما وجه خطورته؟ إن حجمه لا يزيد عن ندبة صغيرة في ذيل المشوه. هذا المخلوق الذي رأيته على البعد كندبة في ذيلك هو أخطر المخلوقات على الإطلاق. هل لاحظت رأسه؟ نعم، فما وجه العجب؟ يكمن سر قوته في رأسه المغطى. يا أبي، إن أصغر أسنان العاجية أكبر من رأس الإنسان. أسنانك بارزة ورأسه مغطى. أنت قوي لا تخفي قوتك، بينما هو ضعيف يخفي قوته. لن تعرف أبدا من أين تأتيك ضربة الإنسان. لم يقل لنا أي حوت قتيل كيف قتلوه أو بأي أداة سحبوه نحوه، ولا كيف مزقوا جسده قطعا صغيرة. لقد كبرتم الآن وعليكم بالتدريبات الصعبة. صراع الحيتان من أجل القيادة. نحن لا نستخدم الرأس إلا في الصراع مع الحوت المنافس. الذيل يستخدم في محاربة أسماك القرش أو سفن الإنسان. كيف حال التدريب للصغار؟ وما شأنك أنت؟ إنهم يتعلمون دروسهم على أفضل وجه. وهل تفيد هذه الدروس في شيء؟ لا تعجبني طريقتك في الكلام. لا تنسى أنني سيد هذه البحار ووحشها الأول.
الأول رقم واحد. هذا رأيك وحدك، أما أنا فأراك حوتاً مجنوناً يشغل وقته بما لا يفيد. أنت تريد القتال إذن؟ أنت تعرف قانون البحر، لا يحكمنا إلا الأقوى. متى تريد القتال؟ الآن. أعلن الحوت الأسود سيداً جديداً للبحار. كفاك قتالاً يا بني، يجب أن ترتاح قليلاً، إن والدك يتوق لرؤيتك. السلام عليكم يا أبي. وعليكم السلام يا بني. كيف حال الحوت الكبير؟ يا بني، لم يعد كبيراً الآن، لقد ثقلت عظامه وبدأ فمه يذوق طعم العنبر. ماذا يعني ذلك؟ العنبر يا بني عطر يخرج من أفواهنا عندما نقترب من الموت. الموت الموت بدأ الموت يقسو والدك. ستشهد قريبا أيها الحوت العظيم، تاج المياه ينتقل لابنك. بني، إني أراك في نفس قوة الحوت الأسود. قطعت سيرته، لماذا لا تصارعه الآن؟ لا يا أبي، لا أريد نصرا عاديا، أريد تفوقا ساحقا. ماذا تفعل يا عنبر؟ هذا ليس شأنك. لماذا تضرب جبل الجليد برأسك؟ كنت أسأل نفسي كيف يهزم الإنسان الضعيف الحوت القوي، ورأيت الموجة يلطم الصخور مرة تلو الأخرى حتى يذيبها. إن الاستمرار في التدريب والصبر يؤديان إلى قوة هائلة. أنا لا أفهم شيئا. كنت أتوقع ذلك. أبي، ماذا حدث؟ إنه ما أخبرتك به يا بني، الكائن ذو الرأس المغطى. لم أدري من أين جاءت كل هذه الحرام. لقد أفلت من شباكي. لكي أموت هنا بينكم. أنت المخطئ أيها الحوت المسن، ما كان يجب أن تقترب من سفن الإنسان. يبدو أنك قد هرمت وأصابك الخرف. تعلم كيف تخاطب الأكبر منك أيها الحوت القبيح. إلى من تتحدث يا فتى؟ إلى الغبي الذي يعتقد أنه سيد البحار. هل جننت؟ كيف تجرؤ؟ أرى يا أبي أنها اللحظة المناسبة لتراني أعتلي قمم الأمواج. ألن تحتفل بتنصيبك سيداً على الأمواج؟ هذه السفينة أنوارها أكثر من المعتاد، هي هدفي إذن. شيء غريب، لا أجد في نفسي رغبة في تحطيم السفينة، بل فقط لمراقبتها. أشعر كأن قوة خارجية تتحكم في حركتي وفي تفكيري، كأنني مقبل على مهمة خطيرة، لا أدري ما هي. ترى ما الذي يحدث لي؟ كان سيدنا يونس عليه السلام قد أصابه اليأس من عدم إيمان أهل مدين، فقرر أن يسير غاضبا ويسافر إلى بلدة أخرى، وركب إحدى السفن.
منزل القلوع، العاصفة شديدة، صارت العاصفة في غير وقتها. خففوا أحمال السفينة. لابد أن معنا رجلاً خاطئاً ثارت بسببه العاصفة. وما العمل؟ نجري القرعة على الركاب، ومن يخرج اسمه نلقيه في البحر. هذا هو السهم. يونس بن متى؟ عجباً، إنه رجل صالح، فلنكرر المحاولة. يونس بن متى مرة ثانية؟ نعطيه فرصة أخيرة. يونس بن متى، لم يبق أمامنا سوى أن نحمله ونلقيه في البحر. ألقى البحارة النبي الكريم في البحر، وكان صاحبنا الحوت ينتظر، ففتح فمه الكبير وغاب يونس داخل جوفه. لقد غربت الشمس وحان وقت نومكم. غدا بإذن الله أكمل لكم قصة حوت يونس.